لكن إذا تعرض إلى إذا توصل الأمر إلى حب المال والجاه لأعيانهما فيما يجاوز الضرورة فهذا مذموم. وإذا كان مذموم فهل هو صاحبه مأثوم ويدخل في الفاسقين؟ قال لا، إلا إذا توصل بذلك إلى عمل المعصية، إذا حمل حب الجاه والمال على أن يراي، على أن يكذب، على أن يغش، على أن يخدع، على أن يؤذي أحد إلى غير ذلك، فهذا هو الحرام. فأما إذا لم يصل إلى ذلك فلا، ولكن وجود محبتها في القلب فيما زاد على الضرورة ذم، يعني نقص عند هذا الإنسان يمنعه عن كثير من نور المعرفة، يمنعه عن كثير من عطايا الرحمن لأهل القلوب الصافية، حتى يتصفى قلبه من حب غير الله، فلا يحب إلا ما يقربه إلى الله فقط، ولا يتعلق بعين المال ولا بعين الجاه محبة قلبه. فهذه المنزلة العالية. فإذا تعلق بشيء من ذلك ولم يحمله حبهما على أن يكذب ولا على أن يسرق ولا على أن يغش ولا على أن يخدع ولا يعمل شيء من ترك الواجبات ولا في المحرمات، فليس بمثوم، ليس بمثوم، إنما ناقص عن درجة الكمال، وليس بمثوم إلا أن حمله حب الجاه أو حب المال على ترك واجب أو فعل محرم، فبذلك يحصل الإثم ويحصل الفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك التوصل إلى الجاه والمال بواسطة العبادة، قال جناية على الدين وهو حرام، وإليه يرجع معنى الرياء، أن يتظاهر بشيء من أنواع العبادات وصفات الحسنات لنيل المنزلة في القلوب أو لنيل مال للناس وما إلى ذلك. يقول هناك ثلاثة أحوال فيما تطلب من الجاه والمنزلة في قلب الأستاذ أو الخادم أو الرفيق أو السلطان. واحدة محظورة، واثنان مباحة. أما المحظور المحرم فتطلب المنزلة عند أي أحد كان رفيق وإلا سلطان وإلا أستاذ وإلا معامل لك في أي شيء، تطلب المنزلة عنده باعتقاد صفة ليست فيك، تتظاهر بصفة ليست فيك وتحب أن يعتقدها فيك من أجل تنال المنزلة عنده، هذا حرام لأنه غش وكذب وخداع. تطلب المنزلة عنده باعتقاد صفة أنت منفك عنها وليست فيك، يظهر أنه عالم وورع وهو ليس كذلك. وهكذا جاء بعضهم بهدية للحاج عبد الرحمن بن محمد المشهور، كان مفتي حضرموت في زمانه، لما جاء قال له تهدي هذا إلي من شانيش، تظن أن عالم شمان عالم وتظن ولي ولا شمان ولي، لا تخدع نفسك ولا أخدعك ولا تخدع نفسك، أنا شوف أن بتعطينا هذا المال والهدية إلا لأني عالم أو لأني ولي من. فكان هذاك الذكي الذي جاب المال قال أعطيك إياه لأنك من أهل البيت، سكت بينكر ما يجوز ينكر أخذ منه المال في جابه، يعني لا تعطيني هذا المال لصفة ليست فيه، يعني كانت أنت مغشوش بي تظن أنا عالم، فأنا ما أنا من العالم، وإن كنت تظن أن أنا ولي ما أنا من الأولياء، ليش تعطينا هذا؟ ليش تهدي لي هذا الهدية؟ أن تهديها لي على صفة ليست فيه يكون حرام علي، ما يجوز. قال بس أهديها لك لأنك من أهل البيت. ساكت. المعجون الذي يداوى به ويعالج حب الجاه من القلب، الذي المعجون يتكون من علم وعمل، قال لأن الذي يغلب على قلب حب الجاه يصير همه مقصور في مراعاة الخلق، مشغوف بالتودد إليهم والمراءام لأجلهم، ملتفت إلى ما يعظم منزلته عندهم دائما، في صورة، في شكل، في عبادة، في معاملة، في ألفاظ، في كلام، الخلق أنت هذا بيرفع منزلتي، هذا بينقص مقصد. فإذا غلب عليه ذلك قال هذا أصل الفساد، يجر إلى التساهل في العبادات واقتحام المحظورات. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه حب الجاه وحب المنزلة عند الناس والشرف بينهم في قلب المؤمن بذيبين أرسلا وهما باريان على في زريبة غنم، أيش يعمل الذيب مع الغنم؟ يفسدها. ما حب المال، ما حب الشرف والجاه أو ما في في في
في قلب المؤمن بأفسد له من دي بين ضاريين أرسل في زريبة غنم. يفسدن الزريبة حق الغنم كلها ما عاد يجي آخر النهار لو قد ما عاد في غنم. فكذلك هذا الذي أحب الشرف وأحب المنزلة بين الناس ما عاد يبقى تبقى له عبادة صافية أصلا، ولا عاد يبقى له الشيطان شيء من لأن قلبه تعلق بذلك. قال يجب إزالته قال بالعلم والعمل.